واحد اثنين سمايل يلا ثلاث يلا كمان واحدة. شو رأيك فيها؟ هيك الصورة ناقصة، في مجال نصور صورة كاملة؟ طيب تمام يلا يلا زبطوا حالكم يلا للصورة. واحد اثنين. لا هو مش عادي، هو أكتر من عادي وبقدر يعمل إنجازات كتير ناس بأطرافها كاملة ما بيقدروا يعملوها. كتير بتحب الكرسي أنت؟ سؤال صعب. كتير كتير بحبه هذا كتير. أعطيني إجراك حكي تشيز طلع علي تبين شو هلا انتي وانتي أكيلة تبعتك صحيح واحد اثنين. القوة أنا بستمدها بشكل رئيسي من ربنا، أعطاني القوة لحتى أتحمل الموقف اللي أقدر مع عبود ب 36 عملية خلال 5 شهور. يومين بالأسبوع تنزلي على غرفة العمليات بالعتمة تبعتها وبكل هاي الظروف. لفوق شوي عبود بس إيش؟ كمان شوي. الشيء تاني كمان هو دعم العيلة، دعم زوجي بشكل رئيسي، حبي لعبود كمان وحب عبود لإلي هو اللي بخليني كمان أضلني قوية كل الوقت. انتشرت الخراب. إصابة عبود بالمرض برأيي كان إشي إيجابي في حياتنا. أنا اسمي عبود صف رابع من القدس، بحب ألعب جلال فوق 100 مليون، عندي مقالم جلال، بحب كمان أركض وهيك. فكرة مساعدة عبود لإلنا في البيت واندماجه بالبيت هذا تحدي بالنسبة لإله، زي ما أخوك بيعمل أنت بتقدر تعمل. بتفاجأ مرات كمان إنه عبود بده يعمل المهمات اللي وكلتها لبحر. بس معنا واحد بحاول يثبت لنا انه هو بيقدر يعمل، وهذا الاشي كمان بقوينا، بحسسنا انه احنا ما بدنا نضلنا حاسين فيه انه هو يمكن يكون ما يقدر يعمل، لا بدنا نعطيه البوش لانه رح يقدر. اذا بدي اطلع مثلا انا وامي وعيلتي على السباحة، انا بكون متحمس قبل ما اوصل البركة واغط روس، هذا اكتر اشي بحبه في البركة، عادي انه بغط روس ومعنديش مشكلة. السباحة كتير مهمة لجسمه وكان كتير سهلت عليه في حركته، من جانب نفسي كمان اجتماعي كمان هو يحس انه هو عادي متأقلم مع ما هو موجود. حبوا حالكم زي ما انا بحب حالي، اذا بتحبوا تشوفوا عني اخبار اكتر اكتب على الفيسبوك حدود السماء. نزلت بوست على الفيسبوك جبت فيه 100,000 وهذا كان اشي كتير حلو لإلي. دايما بحاول اقنعه انه واللي انا مقتنعة فيه انه الله دايما بيختار الافضل، فانت ليش انت بالذات دايما بحضره للاسئله هاي اللي ممكن في يوم من الايام يسالها، لانه انا محظوظ. يعني هذه الثقه في النفس وانك انت حدا مميز بحاول دايما يعني اغرسها فيه. كثير بحكي معاه على موضوع الاختلاف، يعني كل الناس حولنا مختلفه عنا، احترام اختلاف الاخر هذا إشي الزامي. ماما بتقول لي أنا فخورة فيك، هيك وهي بتحبني كتير، عادي إنه هي معجبة فيي، بتشجع كتير. أنا برأيي حياتي حياة إنسانة محظوظة،
مش عم ببالغ، وكأنه الله دائما ببعث لي الأشياء التحديات اللي يثبت لي إني أنا هيك. بحب كتير حياتي، كتير مقتنعة بكل شيء موجود عندي. عن جد نفس الناس تشوف نفسها ترضى باللي موجود عندها، وإن شاء الله الله يقدرنا لحتى نضلنا هيك.